السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في قناة مسراوي بلس. لو أنت أول مرة تشوف القناة اعمل اشتراك وفعل زر الجرس واعمل لنا لايك للفيديو، لأن قناتنا بتهتم بشروحات البرامج وشروحات الذكاء الاصطناعي. النهاردة أنا جايب لكم بموضوع الناس كلها بتبحث عنه، وهو الواي فاي وكلمات الواي فاي والكلام دوت. ففي برامج كتيرة بتضحك على الناس وتقول لك ان انا اعرف اجيبها وكده، بس انا من خلال الخدمة دي هقول لكم بسهولة ازاي تحصلوا على كلمة الواي فاي. فالنهاردة الموضوع كامل هسيبه لكم اسفل، والاداة والاضافة هسيبها لكم اسفل الوصف باذن الله في الفيديو ده اللي انا بشرحه لكم. وان شاء الله الموضوع سهل وبسيط. هنا هتلاقوا في شوية شروحات عن الموضوع وازاي، وتعريف الواي فاي، وازاي عالم الاتصال اللاسلكي بيشتغل ازاي، وبيقول لك ازاي وطريقة كيفية ان انت تدخل تجيب كلمة الواي فاي. فالموضوع سهل جدا، هتدخل على الرابط اللي في وصف اسفل الفيديو ان شاء الله، وهتضغط عليه وتنزل تحت كده شوية هتلاقي الصورة دي. اول لما تلاقي الصورة دي هتلاقي في تحتها إضافة، وهي دي اللي احنا مهتمين بيها واللي احنا بنبحث عنها. لو لاحظتوا أنا كتبت مازن هنا. طيب احنا لما كتبنا مازن هنا، لما كتبنا له مازن هنا وعملنا له عرض وفك تشفير كلمة السر، جابنا إن كلمة السر بتاعتنا هي دي. فخلينا ناخدها مع بعض كده، خلينا ناخدها مع بعض، خلينا قدامنا كده ونشوف هل هي صحيحة ولا لأ، علشان نتأكد الأداة الإضافة دي شغالة ولا لأ. هنروح على كلمة السر، هنروح على شبكات الواي فاي، بعدين هنضغط على شبكة مازن وهنكتب الشبكة دي كده، هنكتب كلمة السر اللي وعدها لنا. ركزوا لو في حروف كابيتال أو سمول ونقول له نيكست. نفترض ان هي تشتغل معانا بسهولة دلوقتي، لان هو دي قاعدة بيانات على النت. طيب هو بيقول ان هي مش شغالة، فخلينا نعمل تاني نتأكد من كلمة السر تاني. طيب هي اتصلت زي ما انتم شايفين. طب نتأكد ازاي ان هي دخلنا بكلمة السر اللي هو وعدها لنا، وعدها لنا هنا اهي زي ما انتم شايفين كده كلمة السر. طيب هنتأكد ازاي، هندخل من هنا كليك يمين وهنقول له الواي فاي، نشوف شبكة الواي فاي نفسها. نعمل ايه يا ربي؟ نجيب البروبرتيز من هنا ثواني كده عشان هي معلقة معانا. هروح على السهم بتاع، مش عارف في ايه معلق ليه. طيب خلينا نشوف تاني. المفروض ان احنا بنفتح الباسورد بتاع الواي فاي يجي لنا زي ما انتم شايفين كده. هندخل على الواي فاي، اهي مازن، ننزل تحت هنا خالص ونقول له عرض الباسورد او عرض واي فاي سكيورتي كي. المفروض ان احنا لما نعمل فيو هنا يطلع هو نفس ده اللي الموقع او الاضافة هتتعمل. شوفوا يا جماعة بالظبط هو بس. وده كان درس النهاردة، درس سريع كده وبسيط، فجربوا. وهو بنسبة 90% تنجح معاكم العملية في حالة لو صاحب الشبكة ما غيرش الباسورد قريب، لأن دي قاعدة بيانات بتبقى على النت باسم الشبكة واليوزر نيم والباسورد بتاعها. فلو في حالة هو غير الباسورد، ولو ركزته لو حطنا أي اسم شبكة تاني مثلا نصر مثلا، هيجيب لنا الباسورد بتاعها ومش هيكرر نفس الباسورد ده، لأن هو هي مجموعة بيانات محطوطة على النت، اسم الشبكة والباسورد بتاعها. فلو عملت النصر كده او جاب لك الباسورد بتاع نصر، ف
الأداة شغالة 100%. سيب لكم الرابط إن شاء الله أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.